السلام عليكم، معكم عبد الصمد جوهري. نهار 21 في شهر 9/2021 كنت جاي طالع من القهوة، جاي وصلت مع تقاود قدام التعاونية ديال الحليب، خرجوا لي جوج ناس من الطوموبيل، واحد شدني من يدي اللور، واحد ضربني بجنوية، هربوا زادوا، بقيت طايح تمايا. الغد جاو هزوني داوني، هبطوني السبيطار، دار صوبت لي تما الطبيبه اللي كاينه تما، صوبت لي فاس، ما عطاتني الدواء، خدت من عدد الدواء كلشي خلصوا هوايا. ملي مشيت من تمايا داوني، بقيت ما عاقلش على راسي انا واش دايرين شي حاجه، الله اعلم. شهود في عندي شهود تاني راه كاينين في 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 الفرماسيان، لان مضروب ومن تما كاين هزني داني، مشيت حطني في واحد القهوه تمايا، مشيت انا عيطت لواحد السيد، ركبت مشيت خيت بوحدي، مشيت لسبيطار كبير خيت، وتا واحد ما تسوق ليا، تا واحد ما داني، تا واحد ما جا عدي، تا واحد كيقولوا لي راه ما عندك ما تصور منا، ما عندك ما دير، ما عندك هادي. انا درك مشيت درت الشكايه ديالي وما در ما داروا معايا حتى شي حاجه، كنطالب من الحق ديالي، بغاو يعطوني حقي، يعطوني حقي، ما بغاوش يعطوني حقي، راه ناخذ الحق بيديا. هادشي اللي كنقول انا، حقي لما خدتوش غادي ناخذه بيديا. انا كنطالب من حقي، دروك دايرين لي شاهد، انا الواحد عمته بعيده عليه، هو الدار ديالو بوحدو، مشى قالوا لي جيبوا لينا ديك الشهاده اللي شاهد لكم فيها ديال الملكيه، مشى داوها، ولاو كيقولوا لي حتى غادي نعتقلوك. علاش غيعتقلوني انا؟ هذيك البلاد راه 12 واحد اللي شاهد فيها، والعدو هي 13 واحد شاهدين فيها، يستدعيوا لهاد الناس كاملين يجيو، هاد 12 واحد كاملين يجيو يدخلوا تمايا. لا كانت هاد البلاد فيها شي اعتقال نتعتقلوا كاملين، ما كانتش فيها شي اعتقال لا غنخرجوا كاملين. دركا كنطالب انا من حقي، هاد الشهاده راه بعيد منه واحد السيد الاخر تيقول لي ضربني، واقف عند الوكيل وكيقول لي راه كيستعمل القرقوبي. انا غندير فيزيتا في 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 في, في السبيطار، غندير فيزيتا واش كان انا الدم ديالي فايت منه مستعمل القرقوبي، وغادي نشوف، غادي نتابعوا على هذا الشيء. هو دا مرك عليا بالفلوس، كيباغي هو انا اللي مضروب وباغي يصيفطني للحبس، وهو باغي يبقى برا. بغيت انا نطالب في حقي، حقي راه ما نسكتش عليه، راه لما خدتوش ملي نخرج من المحكمه، لما خدتوش انا اللي غنرجع ليها. هذيك الساعه يكون الحساب خو الحساب. هما ضاربيني انا الوليد، دروك بنادم كنمشي كنقول له باغي نخدم، بنادم كيدي عليا واحد النظره خايبه، كيشوفني كيقلب وجهه. انا بغيت كنطالب من هاد الضربه يصوبوها ليا ونتابعهم من الفوق. الضربه ديالي هاد الضربه خاصها تصوب، هاد الضربه هادي واحد جي 14 غرزه، 14 غرزه اللي داير ليا في عنقي، وانا مسروطاش ليا، انا ما تسرطش ليا، كل نهار يدوز عليا بموتور وراه حدايا، راه نتخلص منهم، تخلص منهم بجوجهم. انا كنطالب في حقي، حقي بغيت ناخذه بيد السلطه، ولما خدتوش بيد السلطه غادي ناخذه بيديا، هذا هو اللي كاين. طالب منكم هاد الولد، هاد الولد اش واقع عليه؟ دق جميع البيبان، حتى شي واحد ما فتح الباب في وجهي. مشيت طلعت دقيت الباب الاول الثاني الثالث، حتى واحد ما فتح الباب في وجهي. وهاد السيد كان ولد الدولة، ما عديش نعطيه الدولة، دافع على التراب ديالو يموت، ما عديش مشكل، وينوض واحد يهز السكين ويجي ويدبحو، ما عرفنيش أنا شخاسر على هاد الدري. وفي الأخر كيجي ويخدموا لي مكبر الصوت ويخدموا لي ويقول لي أصورتي وجري طوالك. هاد الناس هادو واش أنا في غد نمشي؟ في غادي نمشي اين الباب غادي نبدا ندقو؟ وانا كنطالب بالحق ديالي، يعطيو لولدي حقه، ولدي يعطيو الحق ديالو. كنطالب من جميع السلطه، وعاش الملك، وعاش سيدنا، وعاش سيدنا، وراه ما نخافش وما باغيش نطلقو حتى هو يدير الحوايج بحال هادو. انا ما باغيش نطلقو باش يدير حوايج بحال هادو. انا كنتحكم في ولدي، ولدي كنتحكم فيه، وما الا طلقتو نديرو هو ما كاينش، نديرو مات، ولكن غادي ندي معاه الاخرين. بغاو يعطيوني حقي راني مرحبا، انا في استطاعه، انا تحت الامر ديال السلطه، تحت الامر ديالها، ولكن يعطيوني حقي، ما يضيعونيش في حقي، بلا طمع بلا والو، يعطيوني الحق ديالي باش ينحروا لي ولدي. هكاك انا خاسر عليه دم جوفي،
ومكبروا بكتافي ويجي واحد ينوض في الاخر ينحروا ويضغطوا عليا ويديروني تحت الصباط. هادشي راه غير ممكن. المشكل تلقاو ليه واحد شدو وواحد شقر عليه بالسكين، ومن معاهم ما نقدرش نقول من معاهم. انا ولدي ها هو دفع الشكايه الاولى الثانيه الثالثه، جميع البيبان دق عليهم وما لقاش الحق ديالو، وغادي يدير شي بيل وغادي يبدا يفتش تحت الطوابل غادي يلقى الحق ديالو. بيل هبل بيل، غادي يدير بيل ويفتش تحت الطوابل وغادي يلقى الحق ديالو مخزون تم. وكنطالب من هاد الناس، كنطالب من السلطه ونطالب من هاد الناس يعطيو الحق لولدي. الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير. هاد الدري راه درويش، وولدي خطفوه 3 ايام من بعد ضرب بالموس 3 ايام وهما خاطفين ومغبرينو عليا، وربما الدماغ ديالو عطاوه شي حاجه في هذيك الليله وكلوه شي حاجه. ولدي ما جاش عاقل، ولدي ما جاش عاقل. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.